السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها المتابعون الكرام، سواء كنتم على تويتر أو لينكد إن أو يوتيوب. معكم مهندس محمود حامد خليل. في دقائق معدودة أذكر لكم قصة حدثت بيني وبين أحد الأصدقاء. هذا الصديق كان بيتكلمني دايما عن موضوع غلاء المعيشة وإن راتبه لا يكفي الحاجة. بيقول لي والله أنا عندي أزمة كبيرة جدا في مسألة الراتب، إن أنا ما بقدرش أوفر منه لآخر الشهر. فهو بيحكي لي عن موقف وعن تجربته، بيقول لي سبحان الله، انا في ظل كان هيجي لي مولود جديد، وفي ظل الازمه ديت ان انا مش عارف ان انا ازاي اوفر راتب، وهيجي لي فرد جديد من الافراد في عائلتي. فبيقول لي سبحان الله، لما فتحت كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت الايات التي تحث على التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلى الحث على عدم الخوف من الفقر ومن المستقبل إلى غير ذلك. فيقول اطمأن قلبي، وبيقول سبحان الله لما استعنت بالله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، بيقول لي اتفتح لي رزق ليس له أول من آخر. بيقول لي أنا اتفتح لي خير كبير جدا لم أكن أتوقعه. بيقول لي مع أول مولود جالي سبحان الله ربنا رزقني برزق، وفتح عليا في تجارة كنت بتاجر فيها من حيث لا أحتسب. يقول لي في يوم واحد أنا ربحت أرباح لم أربحها خلال أشهر طويلة جدا. وبيقول لي من ضمن الحاجات اللي ربنا أنعم عليا بيها إن هو جالي في هذا الوقت مع المولود زيادة في الراتب. بيقول لي سبحان الله جالي زيادة في الراتب مع هذا المولود من حيث لا أحتسب، ربنا قدره زيادة. ويقول لي أنا إلى هذا اليوم من ضمن الأشياء، بيقول لي أنا أمرين اعتمدت عليهم أيضا، اللي هو أول أمر إن هو كان يخرج صدقة للفقراء والمساكين كل شهر. بيقول لي مبلغ، سواء كان مبلغ بسيط أو مبلغ كثير، ما يتيسر معي أخرج منه جزء للفقراء والمساكين. بيقول لي والأمر الثاني عدم الحقد على الناس. بيقول لي أنا في حياتي لم أحقد على زميل في العمل، أو أحقد على جار، أو أحقد على أحد من أفراد عائلتي إطلاقا، لو راتبه أعلى مني أو مثلا هو عنده شيء أفضل مني، بيت، سيارة، إلى غير ذلك، كنت أتمنى له كل الخير. فسبحان الله أتمنى أن هذه القصة تكون نبراس لي ولكم دائما في التعامل، سواء التعامل مع الآخرين أو التعامل مع النفس أو بالشفقة على الفقراء والمساكين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه القلوب من هذا الحقد والحسد والغل على الناس. بعض الناس امتلأت قلوبهم بالغل والحقد والحسد والبغضاء على زملائهم، وعلى أصدقائهم، وعلى ناس من عائلتهم، لمجرد أن الله عز وجل قد أعطاهم شيء زيادة في الرزق إلى غير ذلك. مع أنك أنت لو فتشت في نفسك هتلاقي أنك أنت ممكن تكون أفضل من هؤلاء جميعا. واحد ممكن يكون عنده مال كتير ولكن سلبت منه نعمة الصحة والعافية، قد يكون قد ابتلي بابن عاق أو بابنة عاقة، قد يكون ابتلي بابن معاق له إعاقة أو مصاب بمرض معين. فمن يفتش سبحان الله عن حياته يجد أن ربنا سبحانه وتعالى رزقه بأرزاق كثيرة جدا، ولكن للأسف الشديد قليل، كما قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، بمعنى أن قليل جدا من عباد الله سبحانه وتعالى هو من يشكر هذه النعم ويتفكر في هذه النعم. سبحان الله بالتجربة، تقول الحمد لله ربنا يرزقك، تسخط ربنا يبتليك باللي يكسر رقبتك بأي شيء كان، بقى تفقد وظيفة، تتنكد في حياتك، ينخصم منك مرتب، جزء من المرتب مثلا، تجي لك مخالفة مرورية تضيع الورق اللي قدامك، إلى غير ذلك. فمهما تتسخط لن ترزق، ومهما تشكر ربنا سبحانه وتعالى هيزيدك من نعمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من حيث لا نحتسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.